يبدو أن شعار الموت لإسرائيل الذي ردده النظام الإيراني ووكلاؤه انخفت خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي عن جواز التراجع أمام إسرائيل سياسيا وعسكريا. مراقبون أشاروا إلى أن تصريحات خامنئي وضعت بروباغندا الانتصارات والمقاومة أمام امتحان صعب، لتدور التساؤلات حول سبب هذا التراجع المفاجئ في هذا التوقيت. فمنذ أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن لا يزال حزب الله يتبادل القصف مع إسرائيل، ولكن ضمن قواعد الاشتباك. فهل تسفر عن تصريحات المرشد انسحابات؟ سؤال أجابت عليه مصادر موقع جنوبية التي أشارت إلى أن إيران وأذرعها سواء في لبنان أو سوريا سيقبلون في نهاية المطاف بشروط إسرائيل بالانسحاب لمسافة 10 كيلومترات عن حدودها مع لبنان و40 كيلومترا عن الجولان. المصادر أرجعت هذه التوقعات للخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله والميليشيات الإيرانية سواء على مستوى القادة الكبار والعناصر أو المعدات، والتي كان آخرها ما حدث ليلة أمس من قصف عنيف غير مسبوق لقواعد أسلحة لإيران وميليشيات بسوريا. وما بين التراجع المرتقب لإيران وحلفائها وخسائرهم الفادحة على مدار العام الماضي، أوضح مراقبون أن محطة الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة قد تدفع لفرض واقع أمني وجيوسياسي جديد حول نفوذ إيران بعدد من دول المنطقة.